جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول امرأة حاضت وأيام دورتها 7 أيام، وفي رمضان انقطع الدم عنها في اليوم الرابع، فصامت ذلك اليوم وصلت، وفي اليوم الخامس عاودها الدم مرة أخرى وأكملت 7 أيام إلى أن طهرت، فهل اليوم الرابع الذي انقطع فيه الدم عنها يصح صيامه أم تقضي؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان اليوم الذي صامته نقاء تاما لم ترى فيه شيئا من الدم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهي قد نوت الصيام من الليل، فإنه يعتبر صياما صحيحا، يعتبر صياما صحيحا، لأنها نوت صيامه وقد انقطع الدم عنها في سائر اليوم، فهو صيام صحيح والحمد لله، ويكون طهرا متخللا في أثناء العادة. نعم.